مرحبا، معكم سهى من سهى's Dishes. وصفة اليوم طريقة تحضير مقلوبة القرنبيط أو مقلوبة الزهرة النباتية. عندي على القناة مقلوبة البتنجان النباتية، رح أترك طريقتها على الرابط بصندوق الوصف. الخطوة الأولى بتحضير هالوصفة: بقلي القرنبيط. حطيت بهالمقلاية 3 أكواب زيت نباتي، بولع النار وبس يحمى الزيت بنزل القرنبيط. قطعت 3 قرنبيطات حجم صغير، يعني القرنبيط اللي رح اقلي وزنه 1.5 كيلو. اكيد وقت منشتري القرنبيط رح يكونوا فوق الكليان، يمكن 1.5 كيلو. القرنبيط الصافي اللي بيطلع عندي بعد التقطيع زنتهم بالميزان طلعوا 1.5 كيلو. رح اقليهم على 3 مراحل، بحمرهم من الجهتين، وبعدين ننتقل للخطوة الثانية. بس يتحمروا بشيلهم وبحطهم على صحن، واكيد بحط على الصحن بيبر تاول محرمة المطبخ حتى تشرب كل الزيت الزايد، وبكمل حتى خلص قلي كل الكمية. وهيك القرنبيط صار جاهز، بتركهم على جنب وببلش بقلي البصل. بطنجرة كبيرة بحط 3 ملاعق كبار زيت زيتون، وبزيد عليهم حبتين بصل حجم وسط، يعني حوالي 3 أكواب من البصل مقطعين جوانح شرائح. بقلب البصل بالزيت حتى يدبل ويبلش ياخد اللون الذهبي الأشقر قبل ما نزيد كمية من الثوم. قطعت 4 حصوص ثوم، فرمتهم فرم. طبعا ممكن نقطع البصل كمان فرم خشن او فرم ناعم اذا ما بتحبوا تقطيع الشرائح، بس هيدي الوصفة كتير بتطلع طيبة مع كمية كبيرة من البصل، يكونوا مقطع البصل جوانح. رح قلبهم من وقت للتاني، بياخدوا حوالي 5 دقايق. تقليب البصل على حرارة عالية لأن بياخد وقت، خصوصا وقت بيكون عندي كمية كبيرة من البصل. هيك أخذنا اللون الذهبي. هلأ رح زيد الثوم، 4 فصوص ثوم مقطعين شرائح رقيقة، كمان رح قلبهم على نفس الحرارة دقيقة بس حتى شوي يدبل الثوم وتطلع ريحته، ناخد النكهة والطعم الطيب اللي بدنا اياها. نص ملعقة صغيرة من الملح، يعني مش اكتر من دقيقة بقلب الثوم مع البصل، وبزيد البندورة. قشرت 1/2 كيلو من البندورة، والحبة قطعتها لقسمين ورجعت قطعتهم لشرائح رقيقة. ممكن اذا حبيتوا تفرموا البندورة بشكل ناعم او قطع مربعات حسب ما بدكم. هيك شكل البندورة، يعني شرائح بيطلعوا كمان. بقلب البندورة مع البصل، بغطي الطنجرة، بتركهم حتى يستووا بين 10 و15 دقيقة حتى تدبل البندورة مع البصل. رح زيد قبل ما غطي الطنجرة كمية الكزبرة اللي فرمتها، 1/2 باقة من الكزبرة الخضراء فرمتها فرم ناعم، ناخد نكهة كتير طيبة من الكزبرة.
ما كترت الكمية، واللي بحب يلغيها وما بحب طعمة الكزبرة أكيد ما تزيدوها. بلشت تطلع الريحة، ولا أطيب من هيك ريحة بصل مع الثوم والبندورة والكزبرة، هن أساس الطعم بهالوصفة. رح أتركهم حتى يبلشوا يغلوا، بينزل شوية مي، خليهم يستووا حوالي ربع ساعة. طفيت النار، البندورة والبصل استووا، شايفين هيك ببينوا. هلأ ببلش رتب كل المكونات بالطنجرة اللي راح أطبخ فيها المقلوبة. بأرض الطنجرة اللي راح أطبخ فيها المقلوبة صفيت نص كمية القرنبيط المقلي، وعليهم راح زيد خلطة البصل مع البندورة. برتبهن على وجه القرنبيط بهالشكل، وهلأ فوق منهن رح حط خلطة الرز. رح اخلط 2 كوب من الرز مع كمية الملح والبهارات. هلأ بتشوفوا كيف رح اخلط الرز قبل ما اضيفهن فوق البصل والبندورة. نقعت 2 كوب رز بسمتي لمدة 2 ساعة، هالشي بيساعد ان الرز يستوي بسرعة. بزيد عليهم 2 ملاعق صغار ملح، 1 ملعقة صغيرة 7 بهارات، 1 ملعقة صغيرة كمون، و 1/4 ملعقة صغيرة فلفل اسود. بقلب الرز مع الملح والبهارات بوعاء لحاله قبل ما زيدهم على الطنجرة. بخلطهم كتير منيح، وهلأ بنزلهم فوق البصل والبندورة. برتب الرز بهالطريقة فوق كل المكونات، بضغط شوي عليهم حتى يبينوا بشكل مسطح ومرتب. كمية القرنبيط المقلي الباقي عندي صفيتهم فوق الرز، ورجعت حطيت طبقة من شرائح البندورة الرقيقة فوق القرنبيط، وزدت 3 أكواب مي سخنة. هلأ رح غطي الطنجرة وولع النار على حرارة وسط حتى يبلش الغليان. بس شوف انه الطبيخ بلش يغلي، بخفف الحرارة وبترك الرز ينطبخ على حرارة خفيفة لمدة ربع ساعة، برجع بزيد كمية تانية من المي. بعد مرور ربع ساعة سخنت 2 كوب من المي وبزيدهم على الطنجرة، لأنه 3 أكواب منهم كافيين. هيك وقت نزيد المي على مراحل بيستوي الرز بطريقة أفضل. وهلأ على نفس الحرارة، على حرارة واطية، بترك الطبيخ يستوي حتى تنشف المي. رح ياخدوا أكثر من نص ساعة، بين النص ساعة من أول ما بلشت المي تغلي لنخلص بياخدوا حوالي 40 دقيقة. بطفي النار وبترك الغطا على الطنجرة مدة نص ساعة قبل ما أقلب المقلوبة على طبق التقديم. وهيدي مقلوبة القرنبيط النباتية صارت جاهزة للتقديم. شوفوا كيف نزلت مثل القالب، بتشهي، منظرها بيحكي عنها. حبيت فرجيكم على أسفل الطنجرة كيف الطبيخ ما لزق وما بقي ولا نقطة مي. هالوصفة كتير مشهورة مع اللحمة أو مع الدجاج. يمكن هيدي أول مرة بتشوفوها عم تتحضر بطريقة نباتية من دون لحمة أو دجاج. كتير طيب معها الليمون الحامض، منعصر على القرنبيط، أو الطراطور، صلصة الطحينة كتير بتلبق لأي وصفة فيها قرنبيط. شفتوا معي طريقة تحضير أطيب وصفة لفترة الصيام. مش بس منقدر نعمل قرنبيط مقلي، كمان مقلوبة القرنبيط النباتية كتير طيبة. بتمنى تجربوها وإن شاء الله تعجبكم.